جماعه خلاص يا جماعه صوت. كنا واقفين مع بعض عند الهيومر الايميون، واقفين مع بعض عند حاجه اسمها هيومرال ايميون. قلنا مع بعض تعالى نفكر مع بعض ايه اللي حصل. كنا قلنا مع بعض التي هيلبر بعتت اشاره لمين؟ البي سيل. حد فاكرها؟ انترلوكين كام؟ 4 5. التي هيلبر بعتت اشاره للبي سيل عباره عن انترلوكين 4 5. اللي حصل ان البي سيل قسم لخليتين. البي سيل قسم لخليتين مهمين بقى؟ لازم سيل وميموري. لازم سيل و بي ميموري. يبقى احنا عندنا مع بعض لما جه مع التيلبر اشاره اسمها انترلوكين 4 5 قسمت لخليتين عباره عن بلازما سيل وبي ميموري. البلازما سيل صنعت انتي بودي. صنعت انتي بودي راح يا جماعه يهاجم الانجيو. هو سؤال ليكم، مش الماكروفاج كليته؟ هو مش الانجن ده الماكروفاج كليته؟ مش كله. مش كله يا جماعه، مش كله. مش كله يا جماعه الانجن الماكروفاج كليته. طيب اللي حصل ان الانتي بودي هاجم على الانجن. اتفقنا مع بعض ان هجوم الانتي بودي على الانجن سميناه ايه؟ هيومرال. يبقى هجوم الانتي بودي على الانجن اسمه هيومرال. الانتي بودي دوت سكريتد من خلال اسمه ايه؟ بلازما. يبقى عندنا مع بعض هجوم الانتي بودي اللي طالع من البلازما على الانجن سميناه هيومرال. شفنا مع بعض في الانيميشن بتاع المره اللي فاتت ان البي سيل عليها انتي بودي. البي سيل على اصحها انتي بودي. ساعات الانجن العبيط يروح يخبط فيه مباشره. هذا الانتي بودي كان ليه اسم، كان اسمه بي سيل ريسبتور. شفنا مع بعض ان البي سيل على اصحها انتي بودي ساعات الانجن يخبط فيه مباشره. هذا الانتي بودي اسمه بي سيل ايه؟ ريسبتور. طب تعالى نبص مع بعض الانتي بودي اللي طالع عشان يمسك الانجن ايه وظايفه؟ ممكن يجي لك في امتحان سؤال يقول لك ايه وظايف الانتي بودي اللي طالع من البلازما سيل؟ وتقعد تعالج في امتحان تقول لك انا ما خدناش الكلام ده، انا عارف هو اسمه هيومرال لكن وظايف الانتي بودي طالعه من البلازما ما خدناهاش. ده بيحصل والله كل سنه. ايه وظايف الانتي بودي اللي طالعه من البلازما سيل؟ قلنا مع بعض 4 وظايف المره اللي فاتت. قلنا مع بعض 4 وظايف المره اللي فاتت. تعالى نشوفها انيميشن افكرك بيها ومع كل وظيفه تقول لي اسمها. النور ده يا جماعه خلاص. نقول مع بعض يا جماعه الوظايف بتاعت الانتي بودي اللي طالع من البلازما سيل مع كل وظيفه اقول لي اسمها. تعالى مع بعض نبدا اول وظيفه للانتي بودي طالع من البلازما سيل. نبص مع بعض على اول وظيفه للانتي بودي. احنا يا جماعه بنراجع بتاع الفصل المره اللي فاتت، بنراجع اخر جزء قلناه المره اللي فاتت. نبصوا مع بعض، ده عباره عن بني ادم قدام عينينا اهو. الجرح جرح هنا، بعضكم بيتجرح ومع انه مجروح تلاقيه بيكشف على عيان عنده فيروس سي. هتعمل ايه؟ انت تاخد بدل عنده 20 جنيه في الشهر وقاعد تكشف على عيان عنده فيروس سي وتلاقي ايدك مش هقاها من هنا جروح، بس عشان لقمه العيش صعبه قاعد تشتغل. تعالى نشوف مع بعض اللي بيكشف على عيان عنده فيروس سي او بي. لو انت يا بني ادم مطعم ضد فيروس بي، لو انت مطعم معنى انك انت مطعم انك عندك انتي بودي في جسمك، يعني حتى لو فيروس بي دخل الجسم، حتى لو فيروس بي دخل جسمك بضمنك. شايف ديت؟ ده عباره عن انتي بودي في جسمك متكونه من قبل دخول فيروس بي. ده عباره عن انتي بودي في جسمك متكونه من قبل دخول فيروس بي.
هنا وظيفه الانتيبودي يمسك الفيروس قبل ما يدخل الخلايا. هو يتسمع لو فيروس بيه دخل الخليه ينفع الانتيبودي يمسكه؟ لا. يبقى لازم يمسكه قبل ما يدخل الخليه، قبل يدخل الخليه. او لو فيروس بيطلع من خليه وراح خليه ثانيه ممكن الانتيبودي يمسكه، بس جوه الخليه ما ينفعش يمسكه. لو ده عباره عن فيروس او توكسين بص على الانتيبودي، الانتيبودي هيمسكه. ولازم تثق في ربنا ان مهما الفيروس يجري عشان يروح الليفر مين هيجري ورا يجيبه؟ الانتيبودي. الوظيفه دي خدناها اسمها ايه؟ نيوترلايزيشن. يعني ايه نيوترلايزيشن؟ يعني عدلنا الفيروس ما عادش هيعمل مرض مهما يجري الانتيبودي بيجري وراه. دي وظيفه اسمها نيوترلايزيشن. الوظيفه اللي وراها، الوظيفه يا جماعه اللي وراها، تعالى نبص عليها مع بعض. هنبص مع بعض على وظيفه اسمها اوبسونيزيشن. بصوا معايا، ده عباره عن بكتيريا هي في الجسم، ودي عباره عن الماكروفاج. دي عباره عن بكتيريا في الجسم، ودي عباره عن الماكروفاج. الماكروفاج بتاكل البكتيريا. الماكروفاج بتاكل بكتيريا عامل فاجوسيتوسس. بس يا جماعه دلوقتي ممكن بكتيريا تهرب. وقال لي مين يا دكتور عمرو؟ دي تي هيلبر. بتنشط الماكروفاج عشان تعمل كيلينج احسن. باشاره اسمها انترفيرون جاما. دي تي هيلبر سيبك منها دلوقتي. المهم يا جماعه الماكروفاج بتاكل الانجين عملية الفاجوسيتوسس اللي احنا عارفينها. انا عايزك تبص معايا ان عدد الانجين كبير. يعني شايف الانجين ده اهو بيهرب اهو. الانجين ده جري بعيد والماكروفاج مش عارف تجيبه. هنا الانتيبودي اللي نوعه جي، اللي نوعه جي بس. لو ركزت فيه تلاقي ليه دراعين قدام، اسمهم ايه؟ فاب. يعني ايه فاب؟ الدراعين اللي فوق سميناهم فاب. يعني ايه؟ فراجمنت اوف انجن بايندنج، اف اي بي. فراجمنت اوف انجن بايندنج. الدراعين دولت اللي قدام دول في الانتيبودي اسمهم فاب. فاب فراجمنت اوف انجن بايندنج. امال الدراع ده اسمه ايه؟ اف سي. يعني اف سي فراجمنت كريستالايز. ده القابل على الدراعين اللي فوق. السؤال الانتيبودي يا جماعه هيمسك الانجن باي دراعين؟ بالدراعين اسمهم ايه؟ فاب. شايف الماكروفاج ربنا خلق عليها ريسبتور؟ المفاجاه بقى الريسبتور ده اسمه اف سي ريسبتور. وعلى ليه يسموه اف سي ريسبتور؟ شوف معايا الانتيبودي يا جماعه هيمسك الانجن، والانتيبودي اللي هيمسك الانجن هيروح يمسك الماكروفاج. يبقى مين اشتغل كوسيط بين الانجن والماكروفاج؟ الانتيبودي. وظيفه اسمها اوبسونيزيشن. بص معايا، هذه الانتيبودي يا جماعه مسك الانجن بالدراعين اسمهم فاب، وبحركه شقلبه رايح فين يا عبيط؟ تعالى مع بعض نقف على الريسبتور ده. يبقى هنا يا جماعه الانتيبودي مسك الانجن ووقف على الريسبتور ده. هي دي الاوبسونيزيشن. ويلا مع بعض نغوص في اعماق الماكروفاج الدنيا ضلمه. دي وظيفه اسمها ايه؟ اوبسونيزيشن. تاني يا جماعه احنا بنطعم ليه ضد الفيروسات وضد التوكسين؟ عشان جسمنا يبقى فيه ايه؟ يمسك الفيروس او التوكسين قبل ما يدخل الخليه. دي وظيفه اسمها نيوترلايزيشن. دي وظيفه اسمها نيوترلايزيشن. او ان الانتيبودي يمسك الانجن يوديه للماكروفاج، دي وظيفه اسمها ايه؟ اوبسونيزيشن. مين الانتيبودي يمسك الانجن؟ الجي، الجي يا جماعه. المهم قوي الكلام ده. ماشي، تعالى نكمل مع بعض. بصوا معايا يا جماعه، بصوا معايا على اللي انا هوريك دلوقتي. هوريك يا جماعه بكتيريا كتيره جدا. واقف كده، دي عباره عن بكتيريا شايفينها؟ اللي انت شايفه ده غير السبوره، دي بكتيريا واحده. هيروح يمسكها الانتيبودي، والانتيبودي بيتزمن نوعه ام او جي. بس الانتيبودي يعرف يمسك الماكروفاج او جي بس. الانتيبودي بيتزمن ام او جي، ادي بكتيريا وراح مسكها الانتيبودي. بص على المنظر، الانتيبودي هيمسك البكتيريا ام او جي، مسك بكتيريا ويحاول ينده يا ماكروفاج تعالي. ما بتجيش ليه؟ عندك ظروف؟ عددك في الجسم قليل؟ عليك ما جيت يا شيخ. ادي الانتيبودي مسك البكتيريا. الانتيبودي مسك البكتيريا بيحاول يشدها على مين؟ على الماكروفاج. يشد ايه يا بيه؟ دي جاموسه يا بيه. هيشدها ازاي؟ خليكي مكانك يا جاموسه، انا هجيب حد يخرمك. ولو مين بيخرمك؟ يعني الانتيبودي وظيفه ثالثه، يجيب اللي بيخرم. تعالى يا كومبليو اشتغل كمسمار الاوز، فيصها يا بني ادم، فيص. خليها تفيص وتموت. دي الوظيفة التالتة للأنتيبودي. دي الوظيفة التالتة للأنتيبودي. تاني بقى الأنتيبودي مسك الفيروس وهنا عند دخول الخلية اسمها إيه؟ مسك الأنجن وداني الماكروفاج. جاب حد خرم الأنجن، فورمولا أكتيفيشن.
مين بيقوم بيها؟ الام او الجي. طب سؤال صغير، ده كان اي مصري في الجمله؟ كلاسيك. كلاسيك، برافو عليكم، ده كان كلاسيك مصري. وقلنا ان في انتيبودي في جسمنا ليها سبيسيفيك فانكشن، يعني مثلا خدنا ان ايه انتيبودي ليه وظيفه، ولا لك بس بص معايا على ايه انتيبودي. ده عباره عن الانتستين بتاعتي، دي الميكوزه بتاعت الانتستين اللي بيحصل لما حد يتوقع ان البغل او موافي خصوصا مخلل، بنلاقي البكتيريا ايه دخلت جوه الانتستين نزلت على الميكوزه. وطبعا لما البكتيريا تنزل على الميكوزه ده مصيبه، اللي بعد كده هتكون خربت الميكوزه وداخله جوه الجسم. اللي بيحصل يا جماعه ان ربنا خلق لنا هنا لينفويد تيشو تحت الميكوزه بيسموه ام اي ال تي. السؤال حضرتك كان ايه ام اي ال تي؟ ميكوزا اسوشيتد لينفويد تيشو. اللينفويد تيشو اللي موجوده تحت الميكوزا زي البيرز باتش، البي سيل هنا مصنع انتيبودي واحد بس ليه في ام سي كيو، مين هو؟ الاي انتيبودي. هنا يا جماعه البي سيل اللي تحت الميكوزا مصنع انتيبودي واحد بس في ام سي كيو اللي هو الاي انتيبودي. هل الاي انتيبودي شبه بقيه الانتيبودي؟ يقول له لا مختلف. تعالوا نشوفه مع بعض. بص يا جماعه على الاي انتيبودي اللي بيصنع تحت الميكوزا بتاع الانتستين. بص على الاي انتيبودي اللي بيصنع تحت الميكوزا بتاع الانتستين، تلاقي كل الاثنين ماسكين في بعض، كل الاثنين انتيبودي ماسكين في بعض. هنا الاي انتيبودي صنع تحت الميكوزا. سؤال في امتحان، ذا اونلي انتيبودي ويتش كان كروس ذا ميكوزا، في انتيبودي واحد بس هو اللي يقدر يعبر الخلايا، مين هو؟ الاي. بيصنع تحت الميكوزا وهو الوحيد اللي ممكن يعدي الخلايا. ربنا خلق له كارير يشيله من هنا لهناك. بص على الاي انتيبودي وهو بيطلع الميكوزا، ادي الاي انتيبودي طالع على سطح الميكوزا بتاع الانتستين، وهو طالع الميكوزا يا نهار اسود، انتوا لازقين يا ولاد الكلب هنا، مكانكم مش هنا، مكانكم في المجال. فتلاقي الاي انتيبودي مسك البكتيريا ويلا مع بعض نزحلق ملاك، يلا مع بعض ننزل على المجال، يزحلقوا في الانتستين وعلى المجال. يعني كل مره دخلت فيها الحمام ده كان ايه انتيبودي بيزحلق على المجال واخد بكتيريا، ضحى بنفسه عشانك. يبقى الاي انتيبودي بيحمي الانتستين. اللي وصلت؟ الاي انتيبودي بيحمي الانتستين. ممكن بس تشرب ده. اخر وظيفه يا جماعه الانتيبودي ايه بقى؟ بصوا معايا. ليه كنا واقفين عليه؟ اخر وظيفه للانتيبودي ان في بعض الخلايا في جسمنا ما ينفعش تشتغل من غير انتيبودي. وظيفه هنسميها مع بعض انتيبودي ديبندنت سيل. بعض الخلايا في جسمنا ما ينفعش يا جماعه تشتغل من غير انتيبودي. فسمينا الوظيفه انتيبودي ديبندنت سيل. يعني مثلا في خليه مناعيه مشهوره جدا هناخدها بعدين اسمها النيتشرال كيلر. اسمها نيتشرال كيلر. دي خليه مناعيه مشهوره جدا هناخدها بعدين. النيتشرال كيلر دي خليه قويه جدا. دبابه يا ابني. عامله زي التي سيتلوكسيد قويه جدا. النيتشرال كيلر دي خليه مناعيه قويه جدا. لقينا يا جماعه انها عشان تمسك الانجن محتاجه الجي انتيبودي يروح يمسكه. ادي الجي انتيبودي بدراعين ماسك الانجن، دراعين اسمهم ايه؟ وبالدراع اللي اسمه اف سي ماسك في مين؟ المنظر ده شبه ايه؟ شبه الماكروفاج اوبسمايزيشن. هنا النيتشرال كيلر هي انتيبودي ديبندنت سيل. ليه؟ انتيبودي ديبندنت سيل لانها عشان تمسك الانجن محتاجه انتيبودي يمسكه وهي ماسكاه في النص. هي خليه شبه مين؟ ماكروفاج. التي سيتوكسيك. فيسموها انتيبودي ديبندنت سيل سيتوتوكسيك لايك. شبيهه بالتي سيتوكسيك الدبابه. يبقى عندنا مع بعض في خليه محتاجه جي انتيبودي قويه جدا شبه التي سيتوكسيك اسمها النيتشرال كيلر. ماسكه الانجن عن طريق الجي انتيبودي. فيسموها انتيبودي ديبندنت سيل. سيتوكسيك شبيهه بالسيتوكسيك يعني. في خلية تانية يا جماعة ممكن تمسك الأنجن برضه. أدي هي المنسز، يعني إيه المنسز؟ ديدان. المنسز ديدان. لقينا يا جماعة إن الإيزينوفيل هي اللي بتدمر الديدان. الإيزينوفيل هي اللي بتدمر الديدان. ولقينا عشان الإيزينوفيل تمسك الدودة محتاجة إي أنتيبودي. إي أنتيبودي. نفس القصة. الإي أنتيبودي عنده دراعين ماسك الدودة. دراعين اسمهم فاك. وليه انتيبودي من الدراع اسمه اف سي ماسك في مين؟ ايزينوفيل. يعني النيتشر كيلر عشان تمسك انج محتاجه الجي، والايزينوفيل عشان تمسك دوده محتاجه مين؟ الاي.
كده يا جماعه خلصنا وظائف الانتيبودي. سؤال بقى في الامتحان، الانتيبودي كان دستروي ذا انجل ويز اوت هيلد، صح ولا غلط؟ غلط. لا فكروا فيها بس، الانتيبودي كان دستروي ذا انجل ويز اوت اني هيلد. غلط. غلط. امال الانتيبودي بيجيب مساعده الماكروفاج يا كومبلمنت يا نيتشر كده، وصل؟ الانتيبودي يا جماعه بيمسك اكسترا سيلر ميكروب، صح ولا غلط؟ صح. صح بيمسك اكسترا سيلر ميكروب. الانتيبودي يقدر يعمل الريديكيشن، يقدر على الانتر سيلر ميكروب. غلط. الانتيبودي يقدر يقتل الانتر سيلر ميكروب؟ غلط. الانتيبودي ما ينفعش يقتل الانتر سيلر ميكروب، ما ينفعش يدخل جرحيه يجيبه. الانتيبودي كان باين تو انتر سيلر ميكروب بيفور انتر ذا سيل. صح. الانتيبودي ممكن يمسك انتر سيلر ميكروب قبل ما يدخل الخلايا. تعالى نجيب مع بعض الصفحة اللي وراها بقى. بصوا معايا بقى عشان خاطر. دلوقتي هناخد مع بعض مراحل تصنيع الانتيبودي. مراحل تصنيع الانتيبودي. نقف كمالي. هناخد مع بعض مراحل تصنيع الانتيبودي. بيقول لك أول ما الانجل يدخل الجسم الماكروفاج هتاكله، صح؟ الماكروفاج هتاكله وتعمل له برزنتيشن عن ام اتش كاس كام؟ اثنين. مين الخلايا تيجي تحسس؟ تي هيلبر. التي هيلبر عندها دراع اسمه كام؟ 4. التي هيلبر بتنشط البي سيل بالانترلوكين كام؟ 4 و5. فالبي سيل تحول لخليتين بلازما و ميموري. طب لحظه، بلازما سيل، البلازما سيل يا جماعه بتصنع الام انتيبودي، بتصنع الام انتيبودي. يعني بي سيل اسم لبلازما سيل، بلازما سيل بتصنع الام انتيبودي. ام الام اللي هو بينتهي الكونت يخرج ده، فاكرينه؟ الام انتيبودي. والبي سيل بتتحول برضه بعضها لخليه اسمها بي ميموري، ودي خليه عملاقه. البي ميموري ديت بتعمل ايه بقى؟ قاعده تصنع انتيبودي للانجل دخل الجسم، تصنعه وتخزنه. بتصنع اقوى انتيبودي اللي هو نوع جي. يعني البي ميموري بتصنع جي انتيبودي وتخزنه جواها. بتصنع ملايين ومليارات جي انتيبودي جواها. قاعدة تخزنه. طيب تعالى نبص مع بعض الرسمة دي. انجن دخل الجسم. بعد عشرة ايام طلع الام انتيبودي. هنا عندنا لاج تايم، وقت تأخير. تفسيرك ايه ان بعد 10 ايام طلع الام انتيبودي؟ ليه كان في لاج تايم، وقت تأخير؟ بتقول له يا باشا على ما الانجن اتاكل الماكروفاج فيها يومين. عملت هيلبر جيت حسيت فيها يوم. عملت هيلبر طلعت اشاره للبي سيل فيها يومين. على البي سيل اتقسمت للبلازما وبي ميموري فيها يومين. على البلازما ما طلعت اما انتيبودي فيها يومين، ادي 10 ايام. فهمتوها؟ فهمتوا ليه في وقت تأخير؟ ايه هو البرايمري ريسبونس؟ ايه اول رد المناعه تصنع اي انتيبودي؟ ام. يبقى ايه هو البرايمري ريسبونس؟ اول رد المناعه تصنع الام انتيبودي. بيصنع بعد كام يوم؟ 10 ايام. ليه 10 ايام؟ على ما الانجل ينتكل بالماكروفاج والتي هيلبر تحسس وتبعت للبي والبي تقسم بلازما وطلع ام انتيبودي فيها 10 ايام. طيب يعني اول مره دخل الانجل الجسم طلع ام انتيبودي، ده البرايمري ريسبونس، ده الرد الاولاني. هو الام انتيبودي ده قوي؟ لا مش قوي. عارف ليه؟ الام انتيبودي مش قوي لان هو مش هيساعد خليه اسمها نيتشر كيلر. مش قوي لان مش هو اللي بيعمل الاوبسونيزيشن. فاكرين يا جماعه؟ امال مين بيعمل الكلام ده كله؟ جي. الجي. اللي بيحصل يا جماعه ان لما الانجل يدخل تاني مره الجسم، الانجل لما يدخل تاني مره الجسم مره كمان بعد سنه بطريقه معينه هتشوفها انيميشن النهارده، هتلاقي البي ميموري تعرف تشوفه على طول. البي ميموري بتعرف تشوفه مباشره. اول ما انجل يدخل تاني مره الجسم البي ميموري شايفاه. شافته ازاي وعرفته ازاي؟ ده اللي هنشوفه النهارده. فتقوم البي ميموري مفرقعه في وشه مره واحده. تقوم مفرقعه. بقى لها سنه بتخزن ومصنعه جي انتيبودي. تقوم له مره واحده. يبقى هنا يا جماعه اللي بيحصل ايه لما انجل يدخل الجسم تاني مره؟ ان جي انتيبودي يطلع مره واحده. ليه ما فيش لاج تايم؟ لان هذا الانتيبودي متصنع ومتخزن. متصنع ومتخزن جوا مين؟ اول البي ميموري تشوفه تقوم مفرقعه في وشه مره واحده. طب ليه طلع جي انتيبودي كميه كبيره؟ كميه كبيره ليه؟ عشان هو كان متخزن يا بيه، ده تخزين سنين. ده
عباره عن انتبودي بقاله سنين بيتكون ويتخزن جوه البي ميموري، فيطلع بكميه كبيره ويقعد في الدم لفتره طويله. يعني يا جماعه مين هو السكندري ريسبونس؟ ايه رد المناعه الثاني؟ الجي ان جي. وما رد الاولاني؟ ام الام طلع من خلايا اسمها ايه؟ امال الجي طلع من مين؟ ميموري. بي ميموري. الام اتاخر 10 ايام ليه؟ على ما القصه دي حصلت. امال الجي طلع مره واحده ليه؟ لان البي ميموري بيصنعوه وخزناه، تقوم مفرقعه في الانجل مره واحده. مين بيطلع بكميه اكبر، الام ولا الجي؟ الجي. ايهما اقوى، الام ولا الجي؟ الجي. الجي. يبقى المناعه دايما لما يدخل جسم الانجن جسم بيطلع الام الاول، لما يدخل تاني يطلع له مين؟ الجي اللي هو اقوى. زي انت بالظبط لما واحد زميلك يضربك تقول ربنا يسامحك ده ردك الاولاني رد محترم، طب لو ضربك تاني ده تضرب الجزمه. وصلت؟ فده اللي مناعه عملته. اول مره كانت المناعه مش مستعده فطلعت الام، بعد كده المناعه كبرت ومخزنه الجي، تاني مره يدخل الجسم تقوم طلعهم له مره واحده. فهمت؟ تعملي معايا القصه؟ طيب. عرفوا بقى موضوع صعب بقى خلاص؟ بالمناسبه مع المناعه بتنقل من الام للجي، من الام للجي، ده اسمه كلاس سويتش. سويتش يعني غيرت. يعني المناعه ممكن تغير الانتيبودي من الام الاول بعد كده تروح حولها ايه؟ جي. سويتش يعني اتغير. هناخد مع بعض موضوع صعب بقى، كله ركز معايا فيه شويه. دخلنا مع بعض في موضوع صعب. للناس اللي عايز تعرف احنا ماشيين ازاي. احنا اول ما الانجل دخل الجسم مناعه كريتو دي خطوه اسمها فاجو سيتوزيس. ولو الماكرو فاج ما جاتش سي 5 بي بيعمل خرم، وده كان موضوع الكومبلمنت. والخرم كان باسوا ايه؟ ثلاثة. لو الماكرو فاج كاد الانجل طلعها على الام اس باس كام؟ في نسبه بتحسس. بتبعت اتصال للبي سي 2 ومش فاكر انت في كام؟ 4 5. وهنا الانتوبي بيطلع بيخش ايه؟ هناخد مع بعض موضوع الانتوبي بقى بالتفصيل. ناخد مع بعض موضوع الانتوبي بالتفصيل وكله ركز معايا بقى. أول نقطة يا جماعة الأنتي بودي ده عبارة عن جلايك وبروتين. الأنتي بودي تركيبته عبارة عن جلايك وبروتين. أمال الكومبلمنت عبارة عن إيه؟ بروتين. افتكروا معايا الأنتي بودي عبارة عن جلايك وبروتين. وبيقول لك يا جماعة عشان البي سيل تطلع أنتي بودي في طريقتين. لو حد فاكر. البي سيل عشان تطلع أنتي بودي يا إما مستنية إشارة اسمها انترلوكين كام؟ 4 5 تجيلها من مين؟ من الدي هيلبر. البي سي مش هنلاقيها عشان اسمها انتر كور 4-5 من تي هيلبر. فالبي سي تحول لخليتين بلازمه ومين؟ بلازمه وميموري. وبي ميموري. بلازمه وبي ميموري. والبلازما بتصنع ايه؟ انتبودي. ده انتبودي سكريتي من بلازما. البي سي يا جماعه شفنا في الانيميشن بتاع المره اللي فاتت ساعات بيبقى سطحها ايه؟ انتبودي شغال كايه؟ كريسبتور. هذا الانتبودي اللي موجود على سطح البي سي وشغال كريسبتور اسمه بي سي ريسبتور. وساعات الانجل العبيط يروح يخبط فيه مباشره. لما الانجل يخبط في الانجل على سطح البي سيل، هنا البي سيل ممكن يشتغل كانجل بريزنتنج او على الاقل تحول لبلازما وايه؟ وبي ميموري. لعيب تاني. البي سيل يا جماعه بيجي لها شويه اسمها انترلوكين 4-5. من التي هيلبر بتتحول لبلازما وبي ميموري. اول انجل يخبط في الانجل على سطح حاله سميناها بي سيل ايه؟ ريسبتور. في الرسمه يا جماعه عندنا نوعين من الانجل. واحد سكريتد وواحد واقف على الممبرين. مين هو الانتي بودي سكريتد؟ هو فين؟ وفين الانتي بودي الممبرين اصلا؟ ده انتي بودي ايه؟ سكريتد. سكريتد من خلايا اسمها ايه؟ بلازما. بلازما. ده انتي بودي سكريتد. بيقوم بوظيفه اسمها هيومرال اميونيتي. امال الانتي بودي دوت؟ شغال كريسبتور. ده انتي بودي ممبرينس واقف على الممبرين بتاع مين؟ البي سيل. يبقى في امتحان مع البي سيل ريسبتور. ده ممبرينس انتي بودي ولا سكريتد؟ ممبرينس. ممبرينس. الانتوبي طالع من بلازما دي سكريتد ولا من بريلس؟ طب هناخد مع بعض ثلاث مواضيع. هناخد مع بعض الاستراكشر بتاع الانتوبي وبعد سؤال. هناخد مع بعض الاستراكشر اوف انتوبودي نكتب عليه سؤال. هناخد مع بعض الاستراكشر بتاع الانتوبي نكتب عليه سؤال. الصفحه اللي وراها هناخد مع بعض الانتوبودي كلاس نكتب عليها سؤال. الانتوبودي كلاس ده سؤال. الانتي
اللي وراها. هناخد مع بعض موضوع اسمه مونو كلونال انتي بودي. نكتب على المونو كلونال انتي بودي ده سؤال وجايز التوبل. المونو كلونال انتي بودي ده سؤال وجايز التوبل. وتعالى نبدا مع بعض بالمونو كلونال انتي بودي اللي هو عباره عن سؤال وجايز التوبل. فاهم معايا؟ ركز معايا. هنبدا مع بعض بالمونو كلونال انتي بودي فوق بقى خلاص. ده الراجل اللي خد جايزه نوبل لما عمل حاجه اسمها مونو كلونال انتي بودي، طلعها وخد نوبل سنه 87 بعد نفس سنه خد الجايزه. الراجل ده يا جماعه كان حلم حياته ايه بقى؟ حلم حياته انه يصنع حاجه اسمها مونو كلونال انتي بودي. هل مفكر معنى الكلمه ايه؟ يعني ايه عايزين نصنع مونو كلونال انتي بودي؟ يعني ايه معنى كلمه انتي بودي كلون؟ كلون يعني ايه؟ مستعمره. كلون مستعمره. احنا عايزين نستنسخ عدد كبير من الانتي بودي. الراجل ده عايز يصنع عدد كبير من الانتي بودي. مونو يعني واحده. الراجل ده عايز يصنع عدد كبير من الانتي بودي وهذه الانتي بودي واحده. واحده يعني ضد نفس الانجن. كلها سبيسيفيك لنفس الانجن. يعني الراجل ده يا جماعه كان ليه امنيه في حياته ان هو يصنع عدد كبير من الانتي بودي. عدد كبير من الانتي بودي دي اسمها كلون. واحده اللي هي مونو واحده يعني انتي بودي كلها واحده ضد نفس الانجن. مونو سبيسيفيك سبيسيفيك لانجن واحد. طب هو ليه فكر في الكلمه دي؟ هو بيقول لك الراجل ده بدا يفكر الناس اللي عندها سرطان ماتت ليه؟ الناس اللي بيجي لها انفلونزا طيور وماتت ماتت ليه؟ ماتت لان جسمها صنع انتي بودي بكميه قليله. الناس دي لو كنا حقنها انتي بودي بكميه كبيره ما كانتش ماتت. الناس اللي بيجي لها سرطان وانفلونزا طيور بتموت لان الجسم غير قادر انه يصنع انتي بودي بكميه كبيره. وبالمناسبه يا جماعه دي فكره التطعيم. احنا بنطعم ليه؟ عشان جسمنا يعبي بيه ميموري فيها انتي بودي بكميه كبيره عشان لما يدخل انجن جسمنا يبقى مستعدين. فاهمين ليه بنطعم؟ اللي خلى الراجل يفكر في الفكره ديت ان هو كان بيحب واحده وجالها كانسر بنكرياس، سرطان في البنكرياس. فكان نفسه يوجد طريقه انه يحميها. هو اوجد طريقه للاجيال اللي جايه بس هي ماتت وما لحقهاش. الناس اللي عامله نفسها رومانسيه قدامي مفيش حد طب رومانسي ركز معايا. الراجل ده اوجد طريقه خلاص. اوجد طريقه عشان نصنع اعداد كبيره من الانتي بودي كلها واحده، يعني ايه واحده؟ ضد نفس مين؟ الانجن. في واحد قاعد ورا بيقول لك انا عندي طريقه. علمونا زمان علمونا زمان ان احنا ممكن نجيب انيمال نحقنه بالانجن ويطلع لنا انتي بودي بكميه كبيره. علمكم زمان تقريبا تجيبوا حصان وقال لك الحصان ده جامد قوي. انا فاكر الكلام ده عشان عدى عليا يقول لك الحصان ده جامد. هنجيب حصان وهنحقنه مثلا بانجن زي انفلونزا الطيور. كان يقول لك الكلام ده زمان لو انت فاكر. يقول لك هات حصان وحطه جواه الانجن واستنى شهر واذبحه وهتلاقي في دمه ملايين الانتي بودي. كلام محترم. بس المفاجاه اللي محدش قالها لكم بقى فعلا لما ذبحنا الحصان لقينا ملايين الانتي بودي. ملايين يعني انتي بودي كلون. كلون يعني ايه؟ عدد كبير. فعلا لما جبنا الحصان وحققناه بالانجن وذبحناه لقينا ملايين الانتي بودي. بس المصيبه اثنين انتي بودي بس انفلونزا الطيور. اثنين بس. وعلي طب والباقي؟ اثنين للمرض جه الحصان وهو صغير طلع بالمنظر ده. اثنين للجحش اللي جنبه. اثنين للبرسيم اللي بياكله. يعني هذه الانتي بودي في الاخر طلعت على الفاضي. بيسموها بولي كولونال، بولي يعني مختلفة. يعني لا الحصان جامد ولا نيلة. هو معقول الحصان يبقى أجمل مني؟ يا بيه حتى الحصان بيطلع أنتي بودي بكمية قليلة. أنت بس فهمت غلط، هما فهموا غلط ومش راحوا لك. هذه الملايين من أنتي بودي طلعت بولي كولونال، يعني إيه بولي كولونال؟ أنواع مختلفة. أنواع مختلفة لأمراض كتير جت الحصان. وصلت؟ ازاي نقدر نصنع عدد كبير من الانتي بودي واحده واحده يعني مونو كلونال انتي بودي؟ تعالى نشوف مع بعض الراجل ده عملها ازاي ونشوف مع بعض الانيميشن هنشوفها مرتين كله ركز معايا. ينفع Thank you.
بص معايا بقى، هو الراجل ده بدا تجربته بالفار ده، يا ريت طبعا الفار ده موجود في مصر. ده بدايته تجربه عباره عن فار ابيض نضيف. بعض الناس قاعده ورا بتقول لك هو الفار اكبر مني يا بيه، دي مش قضيتنا، ركز معايا. الفار ده هو اللي احنا هنستخدمه عشان نصنع ملايين الانتيبودي ضد انجين واحد، وده اللي سميناه مونو كلونال الانتيبودي، يعني هذه الانتيبودي سبيسيفيك لنفس الانجين. احنا الفار ده هنحقله بالانجين بتاعنا، نقول مثلا انفلونزا الطيور، نشوف مع بعض الفار هو بيتحقن وهنا طبعا ما هيتعذب يستحمل عشان خاطر يعني نقف كده. الفار حقن هو ايه بيتحقن؟ الفار حقناه بالانجن بتاعنا، دي الخطوه الاولى. لما الفار تحقنه بالانجن بتاعك، يا ترى البي سيل عنده اخبارها ايه؟ البي سيل عنده هتصنع الانتيبودي اللي انا عايزه بس بكميه قليله. اكتر مكان في الفار او في البني ادم جواه بي سيل هو الاسبرين. يعني انا لما احقن الفار بالانجن ده، البي سيل عنده هتصنع انتيبودي بس بكميه قليله. انتيبودي الحاجه اللي انا عايزها بس بكميه قليله. زي البني ادم، زي الحصان. انا بعد شهر هذبح الفار. طبعا المنظر ده مش هنجيبه، وهاخد الاسبرين بتاع الفار احصره. يا ترى لما اطلع الاسبرين واحصره هوقع من جوه ايه؟ البي سيل. هوقع من جواه البي سيل. بص على المنظر، ادي الفرع اتذبح وهناخد منه البي سيل اللي جوه الاسبلين. يبقى عندك مكتوب في المذكره الاسبلين سيلز، خدناها. قصده ايه الاسبلين سيلز؟ البي سيل. وادي خدنا البي سيل. البي سيل دي فيها مشكلتين، اللي يعرفها عبقري. اول حاجه هتطلع الانتيبودي اللي انا عايزه بكميه قليله، وفي مشكله ثانيه انها تطلع انتيبودي ثاني، بتطلع نظر انتيبودي. يعني انت ضامن الفار ده عمره واقف بلاعه، عمره ما جاله اي ميكروب تاني، استحاله. يعني هذه البي سيل فيها مشكلتين. اول مشكله بتصنع الانتيبودي اللي انا عايزه بكميه قليله. رقم اثنين بتطلع ديفرنت انتيبودي. الراجل ده بعد كده جاب خليه اسمها الميلوما. اوريهالك بس، ميلوما. ادي خليه الميلوما، اوكي؟ دي خليه الميلوما. للناس اللي قاعده ورا ومش عارفه ايه الميلوما ديت، اللون الازرق، الميلوما السيل ده عباره عن خليه سرطانيه. الميلوما ده احد انواع السرطان. والسرطان معروف رابيد ديفيجن. يبقى الراجل ده خد الفار اسبرين بتاعه وعصره وطلع البي سيل. وجاب احد انواع السرطان اسمه ميلوما سيل. وقال له بعدين، الراجل ده يا جماعه اكتشف ماده او اختراعها اسمها بولي ايثايلين جليكول. بولي ايثايلين جليكول اختصارها بي اي جي. الراجل ده صنع ماده اسمها بولي ايثايلين جليكول. الماده ديت حطها على البي سيل والميلوما، وقال له الماده دي بتعمل ايه؟ الماده دي والعياذ بالله بتجوزهم لبعض. قال له ده يجوز؟ يجوز في العلم، يجوز علميا ان احنا نجوزهم لبعض، بس هنجوزهم بعد ما نحط ماده اسمها ايه؟ بولي ايثايلين جليكول. الراجل حط ماده اسمها بولي ايثايلين جليكول، فلقى بعض البي بتتجوز بعض الميلوما. ده حصل حقيقي. ولقى لسه في بي سيل ما اتجوزتش وميلوما ما اتجوزتش، والعياذ بالله لقى ان ساعات البي سيل تتجوز امرتها البي سيل، وده حرام. تعال نشوف مع بعض اللي حصل. هنحط ماده اسمها بولي ايثايلين جليكول، ده عامل زي المأذون. هو ادي البي والسي، ادي البي سيل وميلوما اتجوزوا بعض. ما شاء الله. وبقى عندنا يا بيه خليه اسمها الهايبريدوما. الهايبريدوما ما يجي حد يسالك دي مين؟ قول له يا باشا دي بي متجوزه ميلوما. بيقول لك يجوز؟ قول له يجوز. يجوز بماده اسمها بولي ايثايلين جليكول، جوزناهم لبعض. وعلميا يجوز فعلا، ده مش حرام. ده خليه نصها بي نصها ميلوما. الراجل ده قال لك طب انا ازاي اقدر اطلع خليتي ديت؟ اذا كان لسه في بي سيل ما اتجوزتش وميلوما ما اتجوزتش، وساعات والعياذ بالله نلاقي بي سيل متجوزه زميلتها. احنا عايزين نستخلص بس مين؟ الهايبريدوما. يعني ايه هايبريدوما؟ بي سيل متجوزه ميلوما. الراجل نقل كل الخلايا في طبق، بص على الطبق. الراجل نقل كل الخلايا في طبق، الطبق ده فيه محلول. المحلول ده يا جماعه يسمح بس المحلول ده يسمح بس للهايبريدوما انها تعيش، وبيقتل السنجل سيل. المحلول اللي في الطبق لونه ازرق ده مش عليه، بس لازم تعرف ان المحلول ده بيقتل السنجل بي، السنجل مايلوما، والعياذ بالله البي سيل متجوزه بي سيل، ده حرام.
مين بس هيعيش لو تكسر الهايبريدوم؟ طبعا الورانت عايز يوصل ليه؟ خلينا ماشيين معاه واحده واحده. بص على المحلول وهو شغال، بص على المحلول ما شاء الله، ده الهايبريدوم هينقسم لان نصها سرطان بينقسم بسرعه. شفت سنجل سيل ماتت ازاي؟ السنجل سيل ماتت. نقف على المنظر ده. الراجل ده فاهم حاجه انت فهمتهاش، فاهم انه جوز بيت مين؟ مايلوما. في بي سيل بيطلع الانتيجن اللي انا عايزه، اتجوزت مايلوما. بي سيل اللي انا عايزها بيطلع الانتيجن اللي انا عايزه، اتجوزت مايلوما. وبي بي سيل طلع انذر انتيجن اتجوزت مايلوما. يعني ما مش كل الهايبريدوما ديت بتطلع الانتيجن اللي انا عايزه، بتطلع ديفرنت انتيبودي، مش كلهم بيطلعوا الانتيبودي اللي انا عايزه. قال لك لازم اوزعهم، اوزعهم في خلايا صغيره، كل خلايا من دي بطريقه مش عليك، كل خلايا من دي بطريقه مش عليك، هتوزع في علبه، وهل ازاي حطهم في علبه مالكش دعوه. المهم يا جماعه عشان نعرف الخليه اللي عايزينها نعمل ايه؟ احط الانجن، برافو، احط الانجن، شكلك كنت معايا، احط الانجن. فلما احط الانجن ويحصل رياكشن اتاكد ده الانتيبودي اللي انا عايزه. أول ما طلع الخلية بره بتأكد إن هي عايزها، أطلعها بره، أطلعها بره. شوفوا نصها حاجتين، دي عبارة عن نصها بي نصها ميلوما. الله أكبر، بينقسم في اليوم الواحد ممكن تبقى مليون خلية. ولو كل واحدة طلعت أنتيبودي واحد بقى عندنا مليون أنتيبودي. هذه الأنتيبودي صحيح كل واحد طلع أنتيبودي واحد، بس خلايا كتير بتطلع، بقى عندنا أعداد كبيرة من الأنتيبودي بناخدها نعبيها في سرنجات ونحمي البشريه. دي عباره عن انتي بودي بنعبيها ونحمي البشريه. ثمنها اغلى مما تتخيل. اسعارها بتبدا في حول من 2 جنيه ل 2 مليون دولار. حسب ايه لسه هنشوف. طبعا ما فيش انيميشن مصري كده لينا، لا في انيميشن مصري. عملها واحد مصري. بصوا معايا بقى، ده عباره عن فار اسود مصري معفن. ركز معايا، ده فار اسود مصري معفن بيحنوه بالانجل. خلاص ركز معايا، احنا يا جماعه بناخد مع بعض ام اي بي. ام اي بي عشان الكلمه دي تقابلك، ام اي بي تصنيع المونو كلونال انتي بودي. ام اي بي اختصار مونو كلونال انتي بودي. ركز معايا الشاشه حاضر، ركز معايا عشان نشوف الحقن دي تمام من اول 2000 ليه 2 مليون دولار. 2 مليون دولار عشان لو عندك سرطان وهتشوفها. يعني هنشوف مع بعض ان في ناس عندها سرطان تموت بعد 3 شهور او تشيل الحقنه وتكون في 5 دقائق ب 2 مليون دولار وهنشوف صنعت ازاي. طبعا انا رايي وراي باقي زمايلي انه يموت احسن ويسيب عدته تعيش. ده لو هو معاه فلوس دي يعني. ده عباره عن فار اسود معفن حقناه بالانجل. تعالى في حته انت مش فاهمها بقى ولازم تركز معايا فيها شويه. هو يا جماعه لما احقن الانجن ده اكتر مكان في الفار في بي سيل هو مين؟ السبلين. تعالوا بصوا مع بعض على السبلين. انا عايز اقول لك حاجه مهمه انت مش فاهمها معايا خالص. البي سيل عليها انتو شغال يا بي سيل ايه؟ ريسبتور. حد من الناس ديت فهم حاجه؟ ان في بودي كلون، ان الانتي بودي اللي على البي سيل مختلف. قال ليه مش فاهم؟ يعني مثلا دي بي سيل عليها انتي بودي يمسك مع انجن اسطواني، انجن مدور، انجن مثلث، انجن مشرشر. كله موجود يا بيه. وكل بي سيل ما بيطلعش الانتيبودي اللي هي عاملاها على السطح بس. بعد دي اكتئاب بقى. يا جماعه البي سيل في جسمنا مش واحده، مختلفه. كل واحده بتطلع انتيبودي غير سنتها. طب الانجن عارف ازاي؟ بص معايا. الانجن يا جماعه شويه تخبط فيهم لغايه ما يوصل البي سيل بتاعته بالمنظر ده. ما هو دي الطريقه الثانيه لو انت فاكرها. يقعد يخبط فيهم او ان البي سيل كده شبه من تي هيلبس انت لو فيهم كام؟ 4-5. بص دي بتاعتي، لا دي بتاعتي، اه هي دي. تنقسم البلازما وبي ميموري. انا بعد شهر باخد السبلين بتاع الفرع صوره، بطلع منه سبلين سيلز، قصدنا مين بالسبلين سيلز؟ البي سيلز. اخدناه، تعالى نعمل مع بعض شغل كده توضيح. دي البي سيل اللي انا عايزها صح؟ اللي عليها انتي بودي شكل مثلث، ودي بي سيل بتطلع انتي بودي انا مش عايزه. هل بالعين نقدر نفرق الكلام ده؟ لا، ما حدش يقول دوت على اليمين ودوت على الشمال. يا بيه ده الكلام ليها توضيح. احنا بنلاقي مش عارفين ده القلب اللي احنا عايزينه وده مش عايزينه. كل اللي هنجيبه مايلوما سيل، يعني ايه مايلوما؟ مايلوما خليه سرطانيه، ويتجوزوا من بعض ايه هو يجوز بماده اسمها بولي بيسايلين جاكول قبل مايلوما، ونجوزهم بالمأذون بتاعنا ورق عرفي اسمها بولي بيسايلين جاكول، يتجوزوا بعض يعملوا حاجه اسمها الهايبريدوما. بس المفاجاه هتبقى بعض سنجل بي سيل. هنقول ما فين اهو،
سنجل بي سي ما اتجوزتش وسنجل مايلوما ما اتجوزتش وساعات العيال اللي هي بس المنظر ده ما بعرفش الانيميشن نلاقي بي سي اتجوزت سنجل ده حرام. انا بحط كل خليف محلول بيقتل مين؟ بيقتل السنجل سيل. انا احط كل الكلام ده في محلول يقتل السنجل سيل. ادي السنجل سيل بدات تموت دي الانيميشن المصري. ادي السنجل سيل بتموت يتبقى الهيبرودوما عايشه. احنا بعد ما الهيبرودوما تعيش احنا في مشكله اهو. ادي السنجل سيل بتموت هنوزع الهيبرودوما دي في اطباق لان مش كلها بتطلع قد اللي انا عايزه. دي اللي طلع قد اللي انا عايزه. هو الهيبرودوما الاول نصها هتتم بيه ايه؟ نصها بيه هيطلع انتوجين. نصها مايلوما بيعمل رابط فالانقسام يعوض الادبل القليل بيطلع فهمتوها؟ طب بنوزعها ما شاء الله انقسموا بسرعه هيطلع انت بودي اهو. ازاي اعرف الحل اللي انا عايزها؟ اجرب الانجن. يعني بص هنجرب الانجن يا ترى الانجن هيدي الاكشن فين؟ هنا وهنا وهنا. يبقى دي الحل الصح ودي الحل الصح ودي الحل الصح. اخد الحل دي بره وتطلعها لي فانقسم كتير بقى الحل. بص ما شاء الله اطلع في قلب بودي وانا اخد وبيع واكسب ملايين. اللي انتوا شفتوه قدامكم ده خد عليه هو مليون دولار. اللي شفتوه قدامكم العلم يا جماعه مش افكار صعبه هتبقى افكار بتعمل ثوره في العلم. اللي شفتوه ده عمل ثوره في العلم خد مليون دولار 7 مليون جنيه سنه شهر مشاه. المهم سواء حزين هو لسه ما ماتش بس هو حزين ايام الراجل ده. تعالى نبص مع بعض. هو خد جايزة نوبل الاختراع ده سنة 87 اللي عمله سنة 87 خد جايزة نوبل بعدها بسنتين مثلا 89. تعالى نبص مع بعض ايه استخدامات هذه الانتي بودي ام اي بي يعني ايه الاول؟ ايه هي استخداماتها؟ يا جماعه هذه الانتي بودي ممكن تعالج السرطان. انتوا فاهمين قوي الشغل ده؟ فاهمين؟ فاهمين يا جماعه فاهمين عشان يا خلاص يا جماعه صوتك صح. بصوا معايا يا جماعه تعالوا نشوف مع بعض استخدامات هذه الانتي بودي على الاقل نقول مثلا استخدامين ثلاثه مع بعض ونعيدهم المره الجايه. الاستخدامات اللي هنحفظها مع بعض اي بي سي دي. اول حاجه هذه الانتي بودي بتعالج الاوتو اميون ديزيز. بتعالج الاوتو اميون ديزيز لكل الستات في مصر اللي عندهم اوتو اميون ديزيز. الراجل الاوتو اميون ديزيز عند الجميل 29% والرجاله 1%. هو المرض ده مرتبط بمين اكتر وعرفوا عليه ليه؟ لكل الفيميل اللي عندهم اوتو اميون ديزيز و10 مرض في الفيميل بالنسبه على كل 10 12 واحده في مصر عندها مرض في الجوين ديت اسمه روماتويد ارثرايتس وجع في المفاصل. لو بصيت لمامتك او اختك او خالتك او ولدك استحاله ما بقاش في واحده عندهاش هنا وجع في المفاصل. ده مرض اسمه روماتويد ارثرايتس. في هذا المرض المناعه بتهاجم الجوين. المناعه بتهاجم الجوينت بتطلع ماده بتدمر الجوينت اسمها تيومر نيكروسيس فاكتور. يعني لما تلاقي مامتك بتسالك يا حبيبتي انا عندي وجع في المفاصل ليه؟ قول لها المناعه قلباك يا ماما. المناعه عندك بنفسنا يا ماما. بتهاجم الجوينت بتاعتك وبتطلع ماده تدمر الجوينت اسمها تيومر نيكروسيس فاكتور عشان كده الجوينت ما استفادش شعور بعد فتره. واسالني بقى مامتك السؤال بقى الثاني ماما بتاخد ايه؟ هتقول لك انا باخد دواء زي الكورتيزون او دواء اسمه ميزوتريكسيت. الجوين بتهبط المناعه كلها. يعني الناس عندها امراض مناعيه اوتو اميون بتاخد ادويه توقف المناعه جسمها كله ده مصيبه. تخيل واحد بيوقف مناعه كله عشان مناعه ما تدمرش الجوين بماده اسمها تيومر نيكروس فاكتور. قولي لها يا ماما الدكتور قال لها خلاص بقى موجود في السوق النهارده انتي بودي للتيومر نيكروس فاكتور بس. انتي بودي مصنعه اسمها ايه؟ مونو كلونال انتي بودي. انتي بودي للتيومر نيكروس فاكتور بس. هذه الانتي بودي مامتك بتاخد حقنه كل اسبوعين، لان تقولي ما توقفش لحاجه واحده في المناعه، التيومر نيكروس فاكتور. المناعه سليمه. وهنمسك التيومر نيكروس فاكتور، الجون غطا سليمه، حقنه كل اسبوعين ب 2000 جنيه. حقنه كل اسبوعين ب 2000 وفي ناس بتعمل خصومات توصل ل 1700. ومفيش اقل من السعر ده.
اللي معاه يدلع نفسه المحوش ربنا يرحمه. انا مهرجش يبقى حوالي كل اسبوعين 2000 جنيه. انا بقول اسعارها اللي في مين عاملينه قدامي. يبقى دي عباره عن حقن. يعني انت لو مثلا ربنا فتح عليك ولادك وطلعت الدنيا وادالك 2000 جنيه وبتجيب من عندك 2000 دول حق الحقنتين بتوع كل شهر. ايوه هفضل كده طول عمري يعني. ايوه بس يا جماعه انت وقفت حاجه من الاول خالص. تيومر نيكروز فاكتور. تاني حاجه بريفنشن اوف جرافت ريجكشن. بريفنشن اوف جرافت ريجكشن. بصوا معايا. بريفنشن اوف جرافت ريجكشن. قال الدكتور عمرو اهو ومحتاج كيمياء. هروح لاي واحد اهلاوي واخد الكيمياء بتاعته. الكيمياء اللي انا حاططها جوايا دي اسمها جرافت. جرافت حاجه مزروعه جوايا. هنشرح مع بعض بعد كده الكلام ده. هتعرف ان في خليه مناعيه، خليه مناعيه اسمها ايه مش مهم الوقت. عليها بره كده ماده اسمها سي 3. عندها دراع اسمه سي دي كام؟ 3. مين هي الخليه المناعيه دي اللي عليها سي 3؟ هذا وسنتعرف في حلقات قادمه. المهم الخليه المناعيه دي بتدمر الكيمياء بتاعتي. بتعمل ريجكشن، طرد الكيمياء اللي انا لسه واخدها الوقت اهلاوي. تخيل اخد كليه والاقي خليه مناعيه مقرفه عندها كده دراع اسمه سي 3 بتدمر الكليه بتاعتي. طبعا الناس اللي بتزرع بتعمل ايه؟ بتاخد ادويه توقف مناعيه كلها. ادويه توقف مناعيه كلها. ده لو شفت فيلم جري الوحوش الاخ اللي زرع عليه اللب ده لما وقف في البلكونه وجاله دور برد شال فيه شال فيه اللي ما عندوش مناعه. واخد ادويه موقف مناعيه كلها. الحل يا بيه بقى موجود النهارده. ليه توقف مناعتك كلها؟ طب ما في انتي بودي تدمر الخليه اللي عليها سي دي كام؟ 3. في انتي بودي موجهه ضد سي 3. يبقى هنقتل بس الخليه اللي بتدمر الكيمياء. اقتل الخليه المناعيه واحده احسن ولا اوقف مناعه كلها؟ في النهارده انتي بودي ضد الخليه اللي عليها سي دي كام؟ 3. عشان نمنع الجرافت ريجكشن. علاج السرطان. اصعب نوع من السرطان اسمه البي سيل لينفوما. اصعب انواع السرطان نوع من السرطان اسمه البي سيل لينفوما. بي سيل لينفوما العيان ما بيكملش 3 شهور. احنا عندنا يا جماعه البي سيل على اصحاح انت بودي شغال كريسبتور اسمه ايه؟ بي سيل ريسبتور. البي سيل سليم صح؟ البي سيل يا جماعه لو قلب السرطان زي ما نعرف ان شاء الله في حلقات جايه بتطلع كده دراع اسمه سي دي 20. البي سيل اللينفوما السرطانيه بتطلع دراع اسمه سي دي 20. دايما معروف ان اي بي سيل حصل فيها سرطان وعملت لينفوما بتطلع دراع اسمه سي دي كام؟ 20. يا ترى العلاج ايه؟ هو البي سيل النورمال عليها سي دي 20؟ لا ده سرطانيه بس. وده سؤال بيجي في ام سي كيو. لكن الديفرنس بين البي سيل النورمال والكانسر بي سيل دراع اسمه سي دي كام؟ 20. عارف صناعه ايه في السوق؟ حقنه ثمنها من مليون دولار ل 2 مليون دولار. تاخدها 5 دقايق وكفيه. يعني تاخدها من هنا وتطلع ولا كده عندك دور بعد. ما خدتهاش تكون بعدها شهور. هقول لك ليه؟ احنا هنصنع انتي بودي لمين؟ مش انت عامل نفسك شاطر هصنع انتي بودي لمين؟ البي سيل اللي سي دي 20. هنصنع انتي بودي سي دي 20 صح؟ انتي بودي سي دي 20. سؤال هذه الانتي بودي هتهاجم مين بس؟ هتمسك البي سيل السرطانيه. هل الانتي بودي بتاع سي دي 20 هتمسك النورمال بي سيل؟ لا في بقى تكه صغيره. هذه الانتي بودي اللي ضد سي دي 20 بيلزقوا عليها توكسن بطريقه غاليه جدا. بيلزقوا عليها توكسن. توكسن يعني ماده سامه. او يلزقوا على هذه الانتي بودي ماده راديو ايزوتوب ماده مشعه. يعني هذه الانتي بودي لما بتتصنع بيتلزق عليها توكسن ماده سامه او ماده راديو ايزوتوب ماده مشعه. حد يعرف احنا كده عملنا ايه؟ هذه الانتي بودي لما تحقنها تمسك لمين بس؟ في سي دي 20. هل هتمسك النورمال بي سيل؟ لا. كده التوكسن اللي عليها والماده المشعه عليها بقى موجه بس لمين؟ للسرطان. هنا التوكسن عليها هيقتل بس مين؟ السرطان. يعني مش بس بتمسك ده عليها ماده ملزوقه موجهه بس للسرطان. 5 دقايق وكل البي سيل الفضائيه عندك فرقع بقيت راجل جديد. 5 دقايق وطلع تخفيت. بعت شقه اهلك كله عشان تخف. وصل؟ يبقى يا جماعه اول حاجه اوتو ايميون ايه؟ ديزيز. في انتي بودي تروح لمامتك تقول لها عليه اسمها انتي بودي مين؟ التيومر نيكروز فاكتور بريفنشن اوف جرافت ريجكشن وعلاج السرطان. نيجي لاخر نقطه الدياجنوسيس. اخر نقطه الدياجنوسيس. دلوقتي يا جماعه الناس الكفره بره
اللي هم اوروبا وامريكا طبعا مش كفر احسن من منها. بره في اوروبا وامريكا عندهم جيركن كده مليان انتي بودي مثلا انفلونزا الطيور، تخيل عندهم جراكن الجيركن معبي انتي بودي انفلونزا الطيور. طبعا الجيركن معبي انتي بودي طلعوها بطريقه اسمها المونو كلون الانتي بودي. وقال ده مصر، احنا في مصر ما عندناش الانتي بودي، عندنا انفلونزا الطيور نفسها ده حقيقي. واكتر مكان المنصوره مستشفى الحميات، احنا مركز تاني في العالم ومن الناس في مركز العالم. المهم اللي عايزين نعرفها، عايز اشوف خريطه العرض، احنا ياما يجي لنا واحد نحط دمه في انبوبه وعايزين نتاكد اذا كان الفيروس ده انفلونزا طول ولا لا. ياما ناس في مستشفى الحميات بناخد عينه دمهم وعايزين نتاكد اذا كان ده فيروس انفلونزا طول ولا لا. قاعده معروفه، لو عندك انجل بتدور عليه محتاج انت ايه؟ بنروح لهم. رحنا لهم من ساعتين ثلاثه قلنا لهم عايزين انتي بودي، قالوا لنا غاليه، قلنا لهم عايزينها ببلاش وقلنا هنعديكم. هنطلع واحد جربان يعديكم. بيدونا هذه الانتي بودي مجانا، الكلام ده مش هزار. ما هو لو ما ادهاش مجانا واحد معاه فلوس هيطلع يعديكم. بيدونا هذه الانتي بودي مجانا، احنا بقى بنرميها ونتاكد فعلا ان ده الانجن. لو حصل رياكشن بين الانتي بودي بتاع الفوزه بتاعه واي انجن لم يبقى كده مين؟ الانجن. هو انا حاسس ان كنت حصلت. طب الابلكيشن كانها ما لهاش خالص، حاجه مره ثانيه. يعني اليوز بتاعت الكورونا كلها تقولي عايز تاني مره ثانيه. انا بفتحها.